تخلت الممثلة الأمريكية أمبر هيرد عن محاميتها إيلين بريدهوفت عقب خسارتها دعوى التشهير التي أقامها الممثل جوني ديب بحقها، فيما أعلن متحدث باسم الممثلة عن استبدال الأخيرة بالمحامي ديفيد إل أكسلرود وزميله أيضا جاي براون من مكتب لقيادة فريق الدفاع القانوني الخاص بهما، مع استمرار المحامي بن روتنبرن كمستشار مشارك بدورهما. رحب المحاميان بقرار أمبر التي اختارتهما لتمثيلها أمام القضاء الأمريكي خلال عملية الاستئناف التي أقامتها اعتراضا على قرار دفع أكثر من 10 ملايين دولار لطريقها جوني ديب، علما أن هيرد كانت قد أعلنت إفلاسها خلال الأسابيع الماضية وعرضت بيتها إلى البيع. وجه القضاء الأمريكي اتهامات لمغني الراب الأمريكي راكيم مايرز المعروف باسم آيساب روكي، تهمتين إذن بالاعتداء بسلاح نصف آلي لدوره في إطلاق نار حصل في نوفمبر الفائت في هوليوود. ويشتبه في أن المغني صوب بندقيته على صديق سابق خلال مشادة حدثت خلال شهر نوفمبر الماضي، ثم أطلق عليه النار مرتين في وقت لاحق، ما أدى مشاهدينا إلى إصابته بجرح طفيف، هذا حسب الشرطة. ومن المقرر أن يمثل آيساب روكي أمام محكمة في لوس أنجلوس يوم الأربعاء. مشاهد هلع في أحد متاجر مجموعة أيكيا في شنغهاي الصينية بسبب خوف من الإغلاق، هذا بعد اكتشاف حالة مخالطة واحدة لمصاب بكورونا، حيث حاولت السلطات احتجاز جميع الزبائن بهدف فرض حجر عليهم. غوا وثقت هذه الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل هرب الزبائن بهلع من باب بدا وكأنه مخرج طوارئ في منطقة شهوي، فيما واجه الحراس صعوبات في إبقاء الأبواب مغلقة بسبب حجم الحشد.